أنا بقول الكلام ده لحضراتكم وللناس اللي في مصر كلهم، الكلام ده معروف لينا يعني، يعني الدكتور مصطفى عارفه، وزير المالية عارفه، والكهرباء عارفه، لكن ساعات بيبقى فيه محتاجين إن احنا نقول ده ونأكده. تمام. ليه؟ عشان يقول لك يعني الفرصة اللي الجهاز واخدها مش واخدها الناس التانية. ممكن يكون الكلام ده في حاجات بعض، في بعض الموضوعات. يعني إيه؟ يعني في القدرة على إن هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى أسرع، لكن ده مش معناه في على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الإنتاج والتشغيل. تمام، مش كده يا وليد؟ زي ده زي القطاع الخاص فنان. أنا حبيت بس أقول دي، ومع الوضع في الاعتبار برضو تاني، إحنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين مش كده للأطروحات، ومستعدين ننزل كل الشركات، وأنا قلت الكلام ده من يمكن سنة ونص ولا سنتين، ومش بس كده، وبرضه مستعدين للشراكة. الجهاز هنا مستعد. ليه مستعدين للشراكة؟ لأن احنا هو الهدف من الموضوع تحقق يا دكتور مصطفى. احنا بقينا النهارده بنقول عايزين نعمل يعني تغذية مدرسية مؤمنة، خلاص اتحققت، وبقى في عمل مؤسسي ليها، بقى في سلامة غذاء متحققة، مش كده؟ تمام. وبالتالي لما يجي النهارده يبقى معانا قطاع خاص هيضيف، اكيد هيضيف حوكمه اكتر، اداء افضل، فاحنا ما عندناش مشكله في ان احنا كدوله، مش بس حتى في الجهاز يا دكتور، لا احنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام. الامر ده متاح، وانا بقوله مره واتنين وباكده عشان يصل لكل الناس يعني اللي بيسمعونا في القطاع الخاص، واللي عنده استعداد يخش في شراكة مع الدولة في مؤسساتها أو في شركاتها اللي احنا بنتكلم عليها.